السعيد. ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، واسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل محبة وسلام. من هنا من درة ميادين سباقات الهجن من العاصمة الرياض، من ميدان الجنادرية، نرحب بحضراتكم في هذا الصباح، صباح يوم السبت 17 من فبراير لعام 2024 للميلاد. في هذا اليوم الاستثنائي الذي نشهد فيه انطلاقات الأشواط العامة لسن الكبار، سن الإبداع وسن الإبهار، سن الحول وسن الزمول، ضمن تحديات ومنافسات مهرجان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. هذا المهرجان وهذا الكرنفال الغالي على قلوب الجميع في نسخته الأولى هنا في العاصمة. الرياض متابعينا الكرام، على بركة من الله وتوفيقه أعلنت بداية وانطلاقة أول الأشواط في هذا الصباح لسن الحول. مسافتنا هي 8 كيلومتر، هي المسافة المصاحبة لأحداث ووقائع هذا الشوط الرئيسي. مقدمة الشوط وصدارة هذا الشوط من تتقدم مع المركز الأول ومع الصدارة ومع مقدمة الشوط، هذه حلبة تحتل المركز الأول. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدما لنا شعاره مع أول الأسماء المتقدمة في دائرة النداء في هذا الشوط الرئيسي. شعار المسند مع المركز الأول مع حلبة بقيادة المغامر سعيد بن بطي بن محمد الحسنة في عملية التضمير المركز الثاني. أتابع القدوم وأتابع الوصول في هذه اللحظات من شعار الهديفي، شعار ممثل معيدر قادم في هذه اللحظات مع الظبي حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، الشعار القادم في هذه اللحظات، المندفع في هذه اللحظات، المتسلل إلى مقدمة هذا الشوط من خلال تقدم الظبي بالشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري مقدما لنا شعاره وانطلاقته في هذه اللحظات بالمركز الأول المركز الثاني. أتابع القدوم وأتابع الوصول في هذه اللحظات من الجانب الأيمن من الشعار القادم في هذه اللحظات، هنا الوصول من شعار محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع الذيبة وفي المركز الثالث. أتابع القدوم والوصول من شعار علي بن حليس بن سعيد العفاري مع انطلاقة وجنا ورابع المراكز شعار المسند، وخامسا شعار بن بيشان قادم في هذه اللحظات. فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي قادم مع انطلاقة كنا بالمركز الخامس، والقدوم والوصول في هذه اللحظات من شعار الخيارين مع هملولة هي القادمة. مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين قادم مع المركز السادس والمركز السابع، هذه القادمة في هذه اللحظات الغلا. شعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى هو القادم بالمركز السابع، والشعار في هذه اللحظات القدوم والوصول من شعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي هو القادم مع منحاف من تحتل المركز الثامن وفي المركز التاسع. أتابع القدوم والوصول من شعارك يا بن دري شعار الفلاحي هو القادم مع الشبابية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي قادم مع الشبابية وفي المركز العاشر. وصل شعار بن شافي في هذه اللحظات ليقدم لنا عرقة في هذه اللحظات. سعود بن شافي بن ناصر بن حمود آل شافي هو القادم مع المركز العاشر في هذا المسار. إذا متابعين الكرام
مستمعين الأفاضل، نداؤنا الأول ومن هنا تحول إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. نعود إلى مقدمة هذا الشوط بعد اكتمال النداء الأول للمراكز العشر المتقدمة في هذا المسار وفي هذا الشوط الرئيسي. نعود إلى المركز الأول، إلى المعركة الأمامية ما بين الأبطال والعمالقة الحاضرين في هذا الشوط الرئيسي والمتقدمين من أجل الفوز ومن أجل الانتصار في هذا المهرجان. المقدمة والصدارة والمركز الأول، من تتقدم في هذه اللحظات وتندفع، هذه وجنة وهذا شعار العفاري. يتقدم علي بن سعيد بن سعيد علي بن حليس بن سعيد العفاري بالفعل مقدما لنا وجنة وشعار وجنة مع المركز الأول واندفاعة وجنة بالمركز الأول وبالصدارة. تتقدم وجنا بشعار العفاري مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط الرئيسي. علي بن حليس بن سعيد العفاري يحتل المركز الأول، ينطلق بصدارة هذا الشوط مع انتصاف المسافة وتقدم وجنا مع المركز الأول. المركز الثاني القادم شعار الشامسي يصل في هذه اللحظات مع اندفاع الذيبة محمد بن علي بن محمد بن حماد. الشامسي قادم مع الذيبة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. والمركز الثالث شعار ممثل معيدر قادم مع انطلاقة الضبي. شعار الهديفي هو القادم في هذه اللحظات، يقدم لنا الضبي وانطلاقة الضبي حمد بن غانب بن سلطان الهديفي الكواري مع المركز الثالث. يا سلام، وصلوا أبناء ميدان التحدي مع المركز الثالث وكذلك مع المركز الرابع بشعار المسند، وخامسا بشعار الخيارين. إذا متابعينا الكرام نكتفي بهذا النداء ونعود إلى المعركة الثنائية الأمامية مع المركز الأول مع الذيبة ووجنة. وجنة هي المتقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات، هي المتقدمة. علي بن حليس بن سعيد الأعفاري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا وجنة مع المركز الأول، ولكن الذيبة 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 هي المتقدمة والمتسللة في هذه اللحظات. محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الذيبة وانطلاق الذيبة واندفاع الذيبة. يا سلام على هذه الصدارة الثنائية مع وجنة ومع الذيبة. الذيبة بدأت بالتسلل في هذه اللحظات لتتقدم إلى المركز الأول. الذيبة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. يا سلام، يقدم الذيبة وانطلاقها بالصدارة. المركز الثاني وجنة هي القادمة لعلي بن حليس بن سعيد الأعفاري. والمركز الثالث القدوم من الضبي مع المركز الثالث. وصلت الضبي في هذه اللحظات، حمد بن غانب بن سلطان الهديفي يقدم الضبي مع المركز الثالث والمركز الرابع. هذه حلبة من تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند شعار الأنيق قادم مع المركز الرابع. بالفعل شعار الأنيق من يقدم لنا حلبة مع المركز الرابع بقيادة المغامر سعيد بن بطي الزعبي في عملية التضمير وفي المتابعة وفي المراقبة. يقدم الضبي واندفاعها أو يقدم حلبة بالفعل مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصل هذا الشعار المتميز مع اندفاعتي هملولة بالمركز الخامس. محمد ومبارك بن محمد بن زايد الخيارين قادم في هذه اللحظات مع انطلاقتي هملولة، ولكن الوصول ولكن القدوم من شعار الشامسي هو القادم مع منحاف مانع بن علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي. هو القادم مع منحاف سمع المركز السادس والمركز السابع. أتابع الوصول من حضور عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، يصل المهيري وكذلك أتابع القدوم، أتابع الانطلاق في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار. وصل في هذه اللحظات وتقدم في هذه اللحظات شعار سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري مع انطلاقة الذيبة. والقادم
القادمة في هذه اللحظات الياسات، وصلت الياسات وتقدم شعار النيادي أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد، النيادي يقدم لنا الياسات والقدوم في هذه اللحظات من شعار صعب مرغم القادم بكل قوة مع انطلاقة الزود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي قادم في هذه اللحظات مع انطلاقة الزود واندفاع الزود مع تاسع المراكز، وعاشرا شعار الأنيق هو القادم مع المها ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا المها مع المركز العاشر. إذا متابعينا الكرام نعود إلى المركز الأول، كيلو ونصف الكيلو هي المسافة المتبقية عن الفوز والنماس عن الانتصار بهذا الشوط الرئيسي. الضبي غيرت في هذه اللحظات وتقدمت إلى المركز الأول لحمد بن غانب بن سلطان الهديفي قائدا لمسيرة هذا الشوط عند الأمتار النهائية. يتقدم شعار الكواري مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني وجنا بشعار الأعفاري وشعار الشامسي قادم بكل قوة مع منحاف، وأيضا حلبة مع المركز الرابع بشعار الأنيق والقدوم والوصول من شعار المغامر مع انطلاقة الذيبة وشعار في هذه اللحظات الخيارين مع هملولة. يا سلام، شعار النيادي يقتحم إلى أسماء المتقدمة ليقدم لنا الياسات مع الكيلومتر الأخير ومع آخر الأمتار في هذا الشوط. تتقدم الياسات بشعار النيادي، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى من غيرت الأمور وتقدمت منحاف. منحاف تسللت إلى المركز الأول، اندفعت إلى الصدارة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. يقدم منحاف وجنا مع المركز الثاني من الجانب الأيمن. شعار الأعفاري يتقدم يندفع يتسلل إلى المركز الأول، علي بن حليس بن سعيد الأعفاري. الياسات هي القادمة، أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي وشعار الأنيق هو القادم بكل قوة مع انطلاقتي في هذه اللحظات. المها هي القادمة، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند تسلل إلى المركز الأول، ولكن الشامسي مع الشاهينية تصل بالأمتار النهائية. مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ولكن المها آخر الأمتار معركة ثنائية مع الأمتار النهائية. المها والشاهينية والمها، شعار الأنيق وشعار الشامسي. تهانينا على هذا الفوز، تهانينا لمالك الشاهينية مانع بن علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي بطلا لهذا الشوط الرئيسي. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بهذا الشوط الرئيسي في هذا الصباح. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى حصول الشاهينية بالمركز الأول عند الأمتار النهائية. هي من حصلت على المركز الأول، تهانينا وألف مبروك لمن قدم لنا الشاهينية، مانع بن علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي. تهانينا له وألف مبروك على هذا الفوز. المركز الثاني المها، من احتلت المركز الثاني قدمت أداء تشكر عليه. تهانينا للأنيق، من احتل المركز الثاني ناصر بن عبد الله المسند. إذا متابعينا الكرام توقيت الشاهينية صاحبة المركز الأول في هذا الشوط الرئيسي 12 دقيقة 38 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. توقيت الشاهينية بشعار الشامسي بن حماد. تهانينا والف مبروك المركز الثاني. وصلت مع المركز الثاني المها لناصر بن عبد الله بن احمد المسند 12 دقيقة 38 ثانية، 22 جزء من الثانية. المركز الثالث الياسات لحمد بن سعيد بن عامر النيادي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 39 ثانية، 57 جزء من الثانية. المركز الرابع حلبة مع المركز الرابع ناصر بن عبد الله بن احمد المسند.